الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله جل في علاه الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى سبحانه وتعالى وقد من علينا وتكرم بأن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله رفعة في درجاتنا وتكفيرا لسيئاتنا ومضاعفة لحسناتنا، وأن يجعل الله تعالى هذا المجلس بركة لنا في أنفسنا وأبنائنا وأموالنا وفي حياتنا. أيها الإخوة الكرام، أنزل الله تعالى هذا القرآن لأجل أن يتدبر الناس فيه ويتذكروا، وذكر الله تعالى في القرآن عددا من الأنبياء، والأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى إلى الناس عددهم كبير. في مسند الإمام أحمد أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 120,000. كم من كبيرا؟ هؤلاء 120,000 من الأنبياء الذين أرسلوا إلى الأمم على اختلافهم وكثرتهم وتنوعهم، هؤلاء الأنبياء لم يذكر الله تعالى في كتابه منهم إلا 25 نبيا. من 120,000 لم يذكر 25,000 ولا 2,500 ولا 250، كلا، وإنما ذكر الله تعالى من هؤلاء الأنبياء فقط 25 نبيا. هؤلاء 25 نبيا أيضا الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، بعضهم ذكر الله تعالى اسمه فقط ولم يذكر الله تعالى تفصيل قصته. فمثلا نقرأ في القرآن اسم اليسع لكن لا نعرف قصته، نقرأ في القرآن اسم ذي الكفل لكن لا نعرف قصته، الياسين لكن ما نعرف قصته، نعلم أنه نبي مرسل من عند رب العالمين، لكن لم يذكر الله تعالى في القرآن قصته، ولم يذكر الله ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته قصته. إنما الأنبياء الذين فصل الله تعالى قصصهم في القرآن ربما لا يتجاوزون 11 نبيا. هؤلاء الأنبياء الذين فصل الله قصصهم في القرآن، موسى، عيسى، شعيب، إبراهيم، سليمان، داود إلى غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لماذا اختارهم الله تعالى من بين الأنبياء جميعا ليفصل قصصهم؟ يعني مثلا لماذا ذكر الله تعالى اسم موسى عليه السلام في القرآن 183 مرة وأعاد قصته في 25 موضعا؟ لماذا؟ لماذا لم يفعل ذلك مع آدم أبو البشر؟ لماذا لم يفعله ربنا جل وعلا مع شعيب مثلا، مع لوط، مع هود، مع صالح؟ لماذا؟ هذا له حكمة. سليمان عليه السلام ذكر الله تعالى قصته مفرقة ولم يكرر الله تعالى القصة في عدة مواضع. مثلا تقرأ بعض القصة في سورة النمل، وتقرأ بعض القصة في سورة صاد، وتقرأ بعض القصة في سورة سبأ، ولم يكرر الله تعالى القصة كما كررها في موسى عليه السلام مثلا. هذا له حكمة عند ربنا جل وعلا، يختار الله تعالى من قصص هؤلاء الأنبياء ما فيه عبرة وعظة لنا لأجل أن نتعظ بها، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وقال جل وعلا: فاقصص القصص. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا:
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقال جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وقال سبحانه: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فذكر الله تعالى قصص هؤلاء الأنبياء ليثبت فؤاد نبينا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الأمة من بعده. نحن اليوم أيها الأفاضل سنقف خلال هذه 50 دقيقة مع نبي من الأنبياء. هذا النبي يختلف عن كل الأنبياء. يختلف في ماذا؟ كل الأنبياء أنزل عليهم كتب، هذا أيضا أنزل عليه كتاب، لكنه يختلف عنهم في أمور أخرى. يختلف في ماذا؟ كان متزوجا وعنده أولاد، ما كل الأنبياء كذلك؟ نعم، لكنه يختلف في أمور أخرى. يختلف في ماذا؟ أنه أعجمي. طيب هناك عدد من الأنبياء أعاجم أيضا؟ لا، يختلف في أمور أخرى. هذا النبي هو النبي الوحيد الذي أخبرنا الله تعالى أنه كان يفهم لغة الطير، يفهم لغة النمل، يفهم لغات غير لغة البشر. كل الأنبياء قال الله تعالى عنهم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب هذا النبي ميزه الله تعالى أنه يفهم لغة غير البشر. زد على ذلك، هذا النبي جعله الله تعالى على ملك عظيم إلى درجة أنه سخر له الجن، كما قال سبحانه وتعالى أن سليمان عليه السلام دعا فقال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى: فسخرنا له الريح. ثم قال جل وعلا: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. سخر له الريح كما قال جل وعلا: تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وقال سبحانه: غدوها شهر ورواحها شهر. الريح تحمل سليمان عليه السلام مع جنده إلى الموضع الذي يريد. غدوها شهر ورواحها شهر، بمعنى المسافة التي تقطعها الريح في الغدو من الفجر إلى الظهر هي المسافة التي يقطعها الناس في شهر كامل، والمسافة التي تقطعها الريح في الرواح من بعد الظهر إلى المغرب هي المسافة التي يقطعها الناس أيضا في شهر كامل. بمعنى أن سليمان يقطع في ما بين الفجر إلى المغرب، يقطع المسافة التي يحتاج الناس في قطعها إلى شهرين كاملين. في السرعة والملك سخر الله تعالى له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجفان هي الآنية التي يوضع فيها الطعام للضيف. هذه الآنية التي يصنعها الجن لسليمان كانت كالجواب. الجواب جمع جابية وهي البركة، فيصنعون لها يا جماعة آنية لأجل يضع فيها الطعام للضيوف ولجنوده. هذه الآنية مقدار الإناء الواحد الذي يوضع فيه الطعام مثل البركة، الحوض الكبير الذي يوضع فيه الماء يسبح فيه الناس وترد عليه الإبل وما شابه ذلك. قال الله: وقدور راسيات. القدر من حديد من عظمه ما يستطيعون أن يحملونه من مكان إلى مكان، فيصنع وهو في مكانه ويوضع تحته، يرفع بأحجار ويوضع فيه الطعام، وربما صعدوا إليه بالسلالم أو ما شابه ذلك لارتفاعه. وقدور الراسيات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ قول الله تعالى عن سليمان لما قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما، ففي أثناء الصلاة كأنه تقدم وأمسك شيئا بيده ثم تأخر، فلما انتهت الصلاة أخبر أصحابه قال: إن الشيطان أقبل معه شعلة من نار ليحرق بها وجهي. قال صلى الله عليه وسلم: فتقدمت حتى خنقته، أو قال فدغته، قال فخنقته
حتى شعرت ببرد لعابه على يدي. يقول فهممت أن أمسكه حتى تنتهي الصلاة ثم أربطه ببعض سواري المسجد ليلعب به صبيان المدينة. يقول فذكرت دعوة أخي سليمان لما قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يقول فتسخير الجن هو خاص بسليمان وقد أعطاه الله تعالى هذا الأمر ولم يعطه لغيره فتركته. وسليمان كان يفهم لغة الطير ولغة الحيوانات، فقد ذكر عنه أو عن غيره عليه السلام أنه كان مع أصحابه يوما يسيرون في طريق فمروا براعي غنم، وإذا هذا الراعي شاة من الغنم تلتفت إلى شاة صغيرة وتناديها بصوت عالي تصيح بها، فقال لأصحابه أتدرون ماذا تقول هذه الشاة للشاة الصغيرة؟ قالوا ماذا تقول لها؟ قال هذه الشاة الكبيرة هي أمها وهي تقول للصغيرة الحقي بنا حتى لا يأكلك الذئب كما أكل أختك عام أول. فجاءوا إلى الراعي قالوا يا راعي هل كان لهذه الشاة شاة قبل هذه الشاة الصغيرة؟ قال نعم كان لها شاة قبلها فأكلها الذئب العام الماضي في هذا الموضع. قالوا سبحان من علمك. ثم مشوا معه فمروا على امرأة على بعير والبعير يمشي، وفجأة يقف البعير ويلوي عنقه إلى المرأة ويرغي بصوت عالي، والمرأة تضربه ليمشي، فيمشي البعير ثم يقف أخرى ويلتفت إليها ويرغي بصوت عالي فتضربه المرأة ويمشي. فقال لأصحابه أتدرون ماذا يقول هذا البعير لهذه المرأة؟ قالوا عجبا وماذا يقول؟ قال إن البعير يقول للمرأة ويحك انزع الإبرة التي في أسفل الرحل فإنها تؤذيني. قالوا سبحان الله. أوقفوا المرأة وأقبلوا إلى الرحل بعدما أناخوا البعير، أقبلوا إلى الرحل وأنزلوه من فوق البعير ونظروا تحته فإذا في أسفل الرحل فعلا إبرة كبيرة التصقت بالرحل والمرأة لا تدري فوضعتها على البعير، فأثناء المشي مع ثقل المرأة ينزل هذا الرحل ويطعن البعير، فالبعير يقول انزع الإبرة آذتني، فأقبلوا ونزعوا الإبرة من الرحل وأعادوا الرحل إلى مكانه. فكان يفهم لغة الحيوانات. سليمان عليه السلام له قصة مع الجن في موته، وله قصة مع عرشه، وله قصة مع الخيل، وله عدد كبير من القصص. تعالوا اليوم نقف على هدهد سليمان. ما قصته مع الهدهد؟ ماذا وجد الهدهد في اليمن؟ ما هي قصة بلقيس؟ لماذا حرص سليمان أن يرى ساقي بلقيس؟ ما العلة؟ وكشفت عن ساقيها، لماذا؟ لماذا ما كشفت ذراعها؟ لماذا كشفت الساق؟ ما هي العلة والسبب؟ تعالوا أيها الأفاضل نبحر معكم في عبر ودرر القرآن، ننظر في هذه العجائب. يقول ربنا العظيم جل في علاه ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، ورثه يعني ورث النبوة، وإلا فإن الأنبياء لا يورثون كما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ولما ذكر الله جل وعلا حال زكريا قال زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يعني زكريا يرث النبوة لا يرث الملك، فإن زكريا كان نبيا ليس ملكا. زد على ذلك أن زكريا لم يكن تاجرا في قومه، فكان يقول يا ربي يرث النبوة، ولا المال ما عند زكريا مال حتى يرثه منه. وأيضا كان سليمان يختلف عن كثير من الأنبياء أنه كان نبيا ملكا لم يكن نبيا عبدا من عامة الناس،
ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد خيره الله تعالى بين أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. لذلك أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى من قريش ومن غيرها كما كان يصيب المؤمنين عامة المؤمنين. أما سليمان فكان ملك نبيا ملكا، عنده الجنود والحرس والقصور والأموال وكل من يحميه ويخدمه والخدم والحشم. فهنا ورث سليمان من داود، ورث منه النبوة. فقال جل وعلا هنا: ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، نفهم كلام الطير، وأوتينا من كل شيء، أوتينا من الأموال ومن الأرائك ومن الخدم والحشم والجنود والقصور والدواب، وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، هذا فضل رب العالمين علينا. وحشر لسليمان جنوده من الجن، هذه أنواع الجنود، والإنس والطير، فهم يوزعون. يوزعون يعني من زحامهم وكثرتهم يدفع بعضهم بعضا من شدة الزحام، كما قال الأول: زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني ادفع الفؤاد عن الدنيا. فهؤلاء من شدة زحامهم كل واحد يدفع الثاني، يقول عجل بسرعة زحام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جعل يمشي بهم حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي لكثرة بيوت النمل فيه سمي وادي النمل، كما يسمى مثلا وادي الغضا، وادي التين، إذا كثرت فيه شجر الغضا أو ثمار التين أو ما شابه ذلك. فهذا الوادي لكثرة بيوت النمل سمي وادي النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل، أقبل هذا الجيش العرمرم بكثرته وبيوت النمل على الأرض وفي مخابئ الصخور، وقد خرج النمل يطلب الحاجات ويبحث عن طعام وعن رزق. فأقبل هذا الجيش، لما أقبل قالت نملة، هذه النملة هي الرئيسة على قولها وهي الملكة، هذه النملة نادت وأمرت وعللت واعتذرت، نادت يا أيها النمل، فالتف النمل إليها. إذن هي لا تقصد إن النمل، لا تقصد بقية الحيوانات أو بقية الحشرات، يا أيها النمل، ها ماذا تريدين؟ ادخلوا مساكنكم، أمر. وحتى ما تقول بقية النمل ولماذا ندخل مساكننا، لم ينتهي الدوام بعد، نحن لا ينتهي دوامنا إلا مع غروب الشمس، فلماذا ندخل من الآن إلى المساكن، ما هذا التحكم، لماذا تلزمين بذلك؟ حتى ما تعترض النمل عليها عللت، قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ثم لأجل ألا يقول النمل ولماذا يحطمنا، ما هذا الظلم، لماذا يتسلط علينا، قالت: وهم لا يشعرون. هذه النملة أعقل من بعض الناس اليوم. النملة يا جماعة لما أمرت عللت، بينت السبب في أمرها. الآن بعض الناس اليوم أحيانا أب يقول لولده مثلا: من اليوم لا تمشي مع فلان. فالولد: يا أخي من حقه أن يقول لك ليش؟ من حقه أنك تحترم عقله يا أخي، هو ما هو بجهاز تقفله متى شئت وتفتحه متى شئت، يا أخي له الحق أن يقول لك ليش. فيقول ولد: طيب لماذا؟ فيقول ولد الأب يقول: ما هو بشغلك، والله إن شفتك تمشي معه لا أفعل كذا. طيب ليش؟ ما هو بشغلك يا أخي، احترمني وبين لي ليش، من حقي أنك تحترم عقلي وتبين لي العلة. لما أقول لك مثلا ونحن نمشي وتقول: وقف نصلي في المسجد، أقول لك: لا بنصلي في المسجد ثاني، تقول: طيب ليش؟ لا بد أن أبين لك العلة يا أخي، أحترم عقلك. أقول لك: هذا المسجد ما في مواضي، هذا المسجد مثلا مكيفات خربانة، المسجد الثاني صوته أحسن وما شابه ذلك. كذلك المدير مع موظفيه، إذا أقبل إليه موظف وقد طبع أوراقا قال: تفضل، وقع عليها، فنظر إليها ومزقها قال: أطبع واحدة ثانية. قال: طيب ليش؟ لماذا؟ قال: أقول لك أطبع بس وخلاص لا أفصلك.
يا أخي من حقي أنك تبين لي السبب. نحن لسنا أجهزة صم، نحن لنا عقول، احترم عقولنا يا أخي. كذلك أنت لما تتعامل مع الناس، تريد تربي أولادك تربية حقيقية، تريد تتعامل مع زملائك ويحترمونك، تريد زوجتك تحترمك، احترم عقولهم. أمرتهم بأمر وقالوا لك لماذا؟ من حقهم أن يسألوك لماذا. لما واحد إمام مسجد مثلا يريد أن يغير شيئا معينا في المسجد، أو قال للناس يا جماعة ترى من اليوم ورايح بنبدأ بدل ما يكون بعد الفجر، بعد أذان الفجر ننتظر 25 دقيقة سننتظر 40 دقيقة. فقال له واحد طيب ليش يا شيخ؟ ما يحق له يقول له لا أنا الإمام وكلامي يمشي، فاهم؟ يا أخي احترم عقولنا يا أخي، لماذا؟ فقال لأن بعض الناس يتأخر، لأننا نريد أن نفعل كذا. من حق الناس يا أخي أن تحترم عقولهم. فهنا النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نملة تحترم نمل، ألا يحق لآدميين يحترمون آدميين مثلهم؟ قالت ادخلوا مساكنكم، وبينت السبب، قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ثم من حسن ظنها بسليمان اعتذرت، قالت وهم لا يشعرون. يا جماعة ترى سليمان ليس ظالما، كأن النملة تقول للنمل يا نمل سليمان ليس ظالما، سليمان إنسان طيب، لا يقصد أذاكم، لا يقصد قتلكم، لا يقصد هدم بيوتكم، لكنه ما يدري عنكم وهم لا يشعرون. هذا العدل نحتاجه نحن أيضا. إذا كنت تعلم عذرا لأحد، أو وقع في خطأ معين، أو تصرف تصرفا معينا، أو تأخر عن دوام، فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبين عذره وأن تدافع عنه. قالت وهم لا يشعرون. لما سمع سليمان عليه السلام ذلك حمد ربه أنه هو البشر وهي النملة، أنني لست نملة مثلها، وحمد ربه أنه فهم كلامها بينما غيره لم يفهم كلامها، وحمد ربه أنه هو القوي وهي الضعيفة. فقال الله جل وعلا هنا فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها، ومباشرة ما أعجب بنفسه وقال والله أنا قوي، شوف كيف فهمت كلامها، أنا اللي أعرف كل شيء وأفهم كل شيء. لا، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ربي أوزعني، يعني ربي وفقني أن أشكر نعمتك. أي نعمة؟ نعمة الملك، ونعمة المال، ونعمة الصحة، ونعمة الولد، ونعمة الجنود والخدم والحشم، كل هذه نعم. يا ربي، يا ربي وفقني أني أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لأني بشكري لهذه النعمة تبقى النعمة عندي وتقر. أما إذا كفرتها وادعيت القوة بنفسي فإن النعمة تفر. وسليمان عليه السلام من صفاته أنه كلما رأى نعمة شكر الله عليها. شوف في أول الآيات ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال إيش؟ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. قال الله ورث سليمان داود وقال أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. كل شيء يعيد سليمان إلى الله. وفي قصة العرش لما جاء إليه، لما قال أيكم يأتيني بعرشها، قال الله فلما رآه مستقرا عنده، جابوا العرش من اليمن إلى فلسطين في لمحة عين، جاءه العرش، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هنا سمع كلام نملة مباشرة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. كلما كان الإنسان أكثر شكرا للنعمة قرت النعمة عنده وانتفع بها. إذا دخلت إلى بيتك ورأيت أولادك سالمين قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، لأن غيرك أولاده ربما كانوا كلهم معوقين، لا يستطيع الواحد منهم أن يحرك إلا لسانه. ربما أذكر ذهبت مرة إلى أحد المناطق، فأحد البلدان، فخرجنا في البر قريب من البلدة التي نحن فيها، طلعنا نتغدى. فلما تغدينا قلت لواحد من الزملاء معي وش رأيك نمر على بعض البيوت ويعني نتصدق عليهم إن كان معنا زكاة أو شيء. قال طيب
قمنا نمشي، مررنا على أحد البيوت، كانت قرية قديمة، فوجدت طفلا عند الباب. وين أين أبوك؟ قال أبوي ما أدري وينه. أين أمك؟ خرجت إلينا امرأة واضح عليها الفقر والبيت كله واضح عليه. قلت يا أختي أين زوجك؟ قالت والله زوجي مسجون بسبب دين. أعطيتها ما تيسر. ثم مررنا بامرأة واقفة عند بابها أيضا، أو نحن طرقنا الباب فخرجت إلينا، واضح عليهم الفقر. قلت كيف حالك يا أختي؟ أين زوجك؟ قالت والله زوجي ميت. طيب أين أولادك؟ قالت أولادي في الداخل. طيب ممكن يطلع لنا واحد من الأولاد؟ قالت لا يستطيعون، ادخل أنت لتراهم. تعجبت، فدخلت فإذا أربعة أولاد أكبرهم عمره 15 سنة، وإذا كلهم معوقين شلل رباعي، مبطوحين على بطونهم، رؤوس متقابلة الأربعة، والله كأني أراهم الآن، رؤوس الأربعة متقابلة، وفي النصف الدائرة في النصف فيه جزر مسلوق ومقطع وكوسة وبذنجان، ويأكلون بأفواههم لأن ما يستطيع يحرك يده، يده أيضا تنتفض، كانت معه إعاقة، وإذا هو يأكل بفمه. فتأثرت كثيرا يعني، وقلت يا أختي يعني هؤلاء أولادك؟ قالت نعم. واضح من الرائحة أيضا أن ما عليهم حفائض ولا شيء. قلت يا أختي طيب يعني تركتهم على هالحال؟ فبكت. قالت طيب ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أنا ما عندي في هالدنيا إلا 6 متر في 6 متر اللي قدام البيت اللي زارعة فيها هالخضار حتى أكلهم. أنا أفضلهم ولا أفضل الخضار؟ ولا أنظف البيت؟ ولا أغسلهم؟ ولا أغير لهم؟ قالت هؤلاء أولادي، ولدوا هكذا، ومنذ أن ولدوا وأنا أكابدهم إلى هذه الساعة. قلت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا رجع أولادك من سفر ورجعت معهم سالمين غانمين، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. غيرك يحال بينه وبين هذا. مرة كان عندي محاضرة في المدينة، فقال لي أحد الإخوة هناك ما رأيك أن نزور الدكتور فلان؟ أنا لا أعرفه، فتعجبت يعني، قلت نزوره لأجل إيش يعني؟ لماذا اخترته؟ قال نريد أن نعزيه. أنا ظننت أننا سنعزيه في أمه أو أبيه أو زوجته أو أحد أبنائه. قلت نعزيه في من؟ قال يا شيخ هذا الدكتور يدرس في الجامعة، وابنه الكبير عمره 24 سنة تقريبا، فخرج ابنه الكبير سيارة الجمس بالأولاد كلهم والأم 11، خرج بهم يحضرون عرسا في القصيم، فلما قفلوا راجعين الأب يتابع معهم، وبقى في المدينة عنده شغل فيتابع معهم، ما وصلت وين يا ولد؟ عطني أمك، انتبه الولد لا ينام، طيب لا تسرع، خفف، وما أركض، لا تسرع. الأب يتابع مع ولده، فلما بقي لهم على المدينة قرابة 200 كيلو هو يتابع معهم، صار لهم حادث وماتوا كلهم. اي والله ماتوا كلهم. الرجل وصله الخبر كاد أن يجن. يا أخي ظناه، يا أخي ولده هذا ما هو ما هو بسيارة تعوض في ساعة ولا ثوب ولا، هذا ابنه يا أخي ظناه، كاد أن يجن، وجعل ينادي بأسمائهم، وذهب إلى هناك، لكنه أدركهم يعني بعدما جاء بهم من المستشفى، وصلى عليهم في المسجد ودفنهم بيده واحدا واحدا. يقول والله يا شيخ صعدت إلى غرفة نومي بعد يومين من العزاء، وأجد السرير غير مرتب، لأن اللي كانت ترتب السرير ماتت. يقول أنظر في الصالة فإذا مجموعة ألعاب مبعثرة، لأن اللي كانوا يلعبون بالألعاب ماتوا. أطلع للحوش أجد السيكل طايح على جنب، لأن اللي كان يلعب بالسيكل مات، ويبكي. أحمد ربك يا أخي، قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أنت الآن ترفع يدك وتشرب الماء وتتغدى وتتعشى، أنتم تغديتم اليوم عن طريق أفواهكم، والله العظيم في ناس صار لهم 20 و30 سنة يتغدى عن طريق أنفه.
أنابيب تدخل إلى الأنف ويوضع لك كاس حليب وينزع وخلاص تغديت تعشيت. غيرك ما يستطيع أن ينقلب من جهة إلى جهة إلا يجي واحد يقلبه. قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. أنت تدخل لدورة المياه وتطلع وعادي، غيرك قصة طويلة حتى يدخل إليها. قل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، كلما رأيت نعمة احمد الله عليها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. انتبه لا تستعمل النعمة في معصية. سليمان عليه السلام هنا يقول ربي أوزعني وفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ثم قال وعلى والدي. أنا يا ربي من منذ أن كنت طفلا صغيرا وأنت نعمك تترى علي، أن تنعم علي من يوم أني صغير على والدي، سترتني وربيتني وسلمتني من الآفات وشفيتني من الأمراض. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله تعالى يريد لما يعطينا نعمة من النعم، لا يريد جل وعلا أن نقدم له خدمات. البشر الآن ربما يعطونك بعض النعم وبعض الخدمات لأجل أن تردها إليهم. رب العالمين يريد منك شكره، يريد أن يسمع منك الحمد لله. الحمد إذا أكلت فقل الحمد لله، شربت قل الحمد لله، الإنسان استيقظ من نومه الحمد لله، خرج من بيته دخل إلى بيته ليكن الحمد على لسانك دائما. يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. وهنا يقول سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، إني أعمل بالنعمة التي أعطيتني صالحا ترضى. يا ربي أنت أعطيتني بصر، أوزعني أن أشكر نعمتك على بصري، لأن في ناس يعمل ببصره المعصية. أعطيتني يا ربي نعمة سمع أن أعمل صالحا ترضاه، أعطيتني نعمة لسان أوزعني أن أعمل صالحا ترضاه، أعطيتني مالا أوزعني يا ربي أني أعمل صالحا، ما أذهب أشتري بحرام ولا أكل بحرام ولا دخان ولا غيره. يا ربي أنت أعطيتني ذرية، أعطيتني زوجة، أعطيتني سيارة، أوزعني أني أعمل صالحا، أني ما أعمل معصية. أعوذ بك يا ربي أن يكون مالي سبب دخولي إلى النار، أو عيني سبب دخولي إلى النار، أو أذني سبب دخولي إلى النار، أو لساني سبب أني أزل في النار. أعوذ بك يا ربي من ذلك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ثم قال وأدخلني برحمتك، ما هو بعملي، برحمتك في عبادك الصالحين. يقول عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ذلك سليمان هنا يقول وأدخلني برحمتك، ارحمني يا ربي، أنا الفقير أنا المحتاج، ارحمني يا ربي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ثم إن سليمان عليه السلام جعل يتفقد الطيور ويتفقد الجند والإنس والجن، وتفقد الطير فقال، في واحد غايب، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كيف الهدهد يغيب من غير ما يخبرني؟ لأعذبنه عذابا شديدا. قيل يعني أنتف ريشة وأترك حتى يموت، حتى يتأدب مرة ثانية، ما يذهب إلا بالاستئذان من الملك. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ثم قال أو ليأتيني بسلطان مبين، إلا أن يأتيني بعذر يخبرني بسبب تغيبه. الهدهد أين ذهب؟ الهدهد أيها الأكارم خرج من فلسطين واتجه جنوبا وجعل يطير 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 جنوبا حتى تعدى الأردن وتعدى جزيرة العرب، وجعل يطير يطير
حتى وصل الهدهد إلى اليمن، رأى أنهاراً وجبالاً وقصوراً ووديان وعجائب لم يشده كل هذا. الذي شده لما رأى امرأة تسجد للشمس، قال كيف يعبدون غير الله؟ فمكث غير بعيد فقال، يعني الهدهد، أحطت بما لم تحط به، أحطت بما لم تحط به، أنا عندي معلومة ما هي عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أنا جئتك بنبأ أكيد متأكد منه، ليست إشاعات ولا وكالة يقولون، أنا جئتك بكلام أنا متأكد، ما جئتك أقول والله ما أدري يا نبي الله، أنا رأيتهم ينحنون يحنون ظهورهم، ما أدري هم قصدهم عبادة الشمس ولا يتمرنون، ما أدري، بعدين ما أدري هي الملكة عليهم ولا هي بنت الملك والملك غايب ولا ما أدري، ما جاء سليمان ما أدري أنا غير متأكد، لا، جاء بنبأ يقين. وأنت أيضا إذا أردت أن تنقل خبرا احرص ألا تنقل إلا خبرا تاما أكيدا يقينا متأكدا منه. إني وجدت امرأة تملكهم، طيب عادي، إيش الغريب يا هدهد؟ امرأة ملكة على قومها، وإيش الغريب؟ وأوتيت من كل شيء، طبيعي هي ملكة أكيد بيكون عندها أرائك وقصور وعندها مال وطعام وخدم وحشم وحرس ووزراء، أكيد ما هي ملكة، إيش الغريب؟ ولها عرش عظيم، برضو طبيعي، إيش الجديد يا هدهد؟ ملكة أكيد عندها عرش، تجلس على الأرض أكيد عندها عرش، إيش الغريب؟ وجدتها وقومها ماذا يفعلون؟ يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم بدأ ينكر، ألا يسجدون لله، من هو الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وسكت الهدهد. يخرج الخبأ يعني يخرج الشيء المخبوء، أي شيء مختبئ، كما قال جل وعلا، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله جل وعلا يخرج الخبأ، أي شيء مختبئ يعلمه الله تعالى ولا يغيب عنه عبد بشديد الظلام. الهدهد يعلم أن سليمان مشغول فما طول معه الكلام، شوف الكلام مختصر، أين كنت يا هدهد؟ جئتك من سبأ، إذن أنا كنت في سبأ في اليمن، بنبأ أكيد، نعم يقين، إيش النبأ؟ وجدت امرأة تملكهم، أوه إذن الحاكم عندهم امرأة، امرأة وش عندها، فلوس ولا فقيرة؟ وأوتيت من كل شيء، طيب وإيش؟ ولها عرش عظيم، طيب هذا يكفينا، لا تفصل أكثر، لا تعطيني عدد الحرس، ما هو لون العرش، كم عدد الغرف في القصر، إيش نوع الأنهار اللي حولها، ما هو طعامهم، لا تعطيني تفصيلات أنا ما أهتم بها، إيش غيره؟ قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا الهدهد يا جماعة كل الرحلة الطويلة اختصرها لسليمان في ثلاثة أسطر. ليش الهدهد ما فصل؟ ليش ما قال لسليمان ألوان الغرف وكم عدد الحرس والوزراء؟ الهدهد يعلم أنه يتكلم مع إنسان مشغول ما هو فاضي للتفصيلات، فأعطى سليمان الزبدة بس. يا ليت بعض الناس اليوم يفهم مثل ذلك. أحيانا بعض الناس يتصل مثلا يستفتي، أرد عليه، نعم، سلام عليكم، عليكم السلام، كيف الحال يا شيخ؟ والله بخير، كيف صحتك؟ والله طيب، تفضل سؤالك، عساك طيب يا شيخ؟ والله الحمد لله، والله يا شيخ جزاك الله خير، أنا أصلي معك، بارك الله فيك، تفضل سؤالك، يا شيخ والله زين أنك رديت علي، طيب سؤالك الله يحفظك، تفضل، والله يا شيخ أحبك في الله، بارك الله فيك، الله يجزاك خير، سؤالك بارك، هذا الكلام المقدمات تأخذ دقيقة ونص، دقيقتين، بعدين تفضل سؤالك، قال يا شيخ طيب طيب إن شاء الله بعطيك سؤالي، طيب طيب، تفضل تفضل، قال يا شيخ أنا والله كنت بروح أعتمر وقلت الوالدة وش رأيس نروح نعتمر، تعرف يا شيخ بر الوالدين والواحد لازم أنه يبر أمه، وتعرف الوالد الله يغفر له توفي، والحين الواحد ما بقى عند، الحين أنت تنصحني أبر أمي ولا عندك سؤال؟
وبعدين يا شيخ والله وافقت الوالدة وقالت لازم تروح معنا خالتك سارة، ودق على خالتي سارة والله يا الله وافقت، لأن يا شيخ عندها بنت مريضة ومساكينة، هالبنت دايم يعالجونها لكن أظن فيها جن يا شيخ، بس قرأ عليها واحد مرة وقال إنها عين، ويعطيك تفصيلات والله يا جماعة. وهو يتكلم أقول في نفسي طيب ماذا يريد، ما هو السؤال؟ أبدأ أتوقع أسئلة، أقول قصدك تسأل عن العين؟ قال لا ما هو بقصدي العين، لا بيجيك السؤال، لا تستعجل يا شيخ لا تستعجل. ويبدأ يخبرني متى طلعوا من الرياض وش نوع سيارتهم وكم عدد خواته وإخوانه اللي معه وكم بنشر عليهم لين وصلوا مكة وين أحرموا فيه وبكم اشترى الإحرام. ثم بعد قرابة 15 دقيقة تدري ما هو سؤاله؟ وصلنا الحرم والإمام يصلي العشاء ونحن ما صلينا المغرب، كيف نصلي المغرب وراء من يصلي العشاء؟ والله يا جماعة هذا سؤاله جد، وهذا مثال على الأسئلة التي ترد، طبعا مو بكل الناس لكن عدد لا بأس به منهم هذه أسئلته. واحد اتصل بي قبل أمس عنده مشكلة، والله يا جماعة أعاد المشكلة نفسها يمكن 4 ولا 5 مرات، وكل مرة تأخذ منه 4 دقائق 5 دقائق، وأنا أقول له خلاص فهمت المشكلة يا أخي بعطيك الحل، قال لا لازم تفهم زين، شوف يا شيخ أنا علمتك، هي أصلا زوجتي أبوها سبق هو اللي قال لي، قلت يا أخي أدري أبوها قال لك كذا وكذا وكذا، وأمها قال لي سبحان الله أثرك سامعني، قلتي قال لكن لحظة بعيد لك عشان أطمئن، ويقعد قرابة 20 دقيقة. والله يا جماعة أني أحيانا تخلص المكالمة والجوال فيه يمكن 200-300 رسالة ما بعد قريتها، بعدين أنظر كم المدة 23 دقيقة، أقول يا أخي حرام عليك تأخذ 23 دقيقة، كم واحد اتصل ووجد الجوال مشغول، كم ضيعت علي من الوقت بسبب الاستماع إليك. لازم يا جماعة يكون عندنا فقه، واحد اتصل على مفتي في التلفزيون اختصر سؤالك يا أخي لا تعطي تفصيلات لا يحتاج إليها، واحد يريد أنه يقابل مثلا أمير ولا يقابل له ملك عنده قضية معينة، مثلا واحد عنده بنت يريد يعالجها في الخارج وقال يا جماعة دبروا لي واسطة لحد ما تيسر له يقابل مثلا الملك، قالوا ترى لك بس 5 دقائق تشرح وضع بنتك وتعطي الملك الأوراق، ودخل سلام عليكم شلونك طويل العمر عساك طيب كيف الصحة عساك بخير، أنا والله الله رزقني 4 بنات والحمد لله الأولى تزوجت والله سكنوها في الشرقية مع زوجها تزورنا أحيانا ولدها الصغيرة بشرك حافظ القرآن، الملك طيب هو فاضي لك يسمع قصة بناتك. ثم بعدما تخلص 10 دقائق يجون يقولون له اطلع، يقول يا أخي ما بعد شرحت موضوع بنتي المريضة، قالوا طيب لماذا تبدأ بغيرها، أنت تتعامل مع إنسان مشغول عطه الزبدة، سليمان مشغول غير فاضي للتفصيلات، يا هدهد لا تعطيني قصتك كم يوم استمريت في الطيران، ما هي الأشياء اللي رأيتها في الطريق، ما هي عدد الناس اللي شاهدتهم، كم الأنهار كم القصور، لا تعطيني تفصيلات عطني الزبدة أنا مشغول. فأعطى سليمان الزبدة قال أنا وجدت امرأة تملكهم، هذا مهم ملكهم امرأة ولا رجل، ها وأوتيت من كل شيء، إذن عندها فلوس ولها عرش عظيم، إذن مكرمة عند قومها بنوا لها عرش، إيش المشكلة عندها؟ تعبد الشمس. انتهينا. سليمان لو طلب من الهدهد تفصيلات عطاه. وصل الخبر إلى سليمان، الرجل الحكيم هو الذي إذا أراد يتخذ قرارا يتعلق بأشخاص يتأكد من الخبر. واحد جاه واحد وقال له ترى والله أنا شفت واحدة راكبة مع السيارة وطالعة من بيتكم الظاهر أنها زوجتك انتبه ترى زوجة، يبدأ يثور ويدخل عليها ويضربها ويطلقها. طيب تأكد يا أخي من الموضوع، تأكد من الخبر، كم وقعت يا جماعة قضايا طلاق ومشاكل وربما قضايا مضاربات وصلت إلى قتل بسبب عدم التأكد من الأخبار. سليمان يأتي إليه هدهد بريء طير ويخبره موضوع عن تلك المرأة، ثم يقول قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ويا ويله لو كان كذاب يعني متأخر وغايب وتكذب بعد. طيب ما هي أسهل طريقة وأسرع طريقة ليتأكد؟ أخذ سليمان ورقة من سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ما يحتاج يطول كلامه هو قوي، أغلق الورقة وأعطاها للهدهد، قال اذهب بها إلى تلك المرأة، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم
ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. خذ الكتاب وألقه على المرأة وابتعد قليلا انظر كيف تتعامل وماذا تقول. ذهب الهدهد وطار مرة ثانية حتى وصل إلى تلك المرأة. جاء دخل من بعض الفتحات ألقى الكتاب عليها ثم طار حتى وقف على إحدى فتحات القصر وجعل ينظر بكل أدب ينظر ماذا ستفعل. قالت يا أيها الملأ، المرأة تقول إني ألقي إلي كتاب كريم. كتاب مرتب، اللي جاء به طير عاقل أصلا، حتى اللي جاب الكتاب غريب في تعامله. كتاب كريم، إنه من سليمان، تعرف سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت من خلق بلقيس أنها كانت امرأة عاقلة تحرص على ألا تتخذ قرارا إلا وهي مستشيرة. يعني أحيانا بعض الناس ربما يتخذ قرار لكنه يتخذه من تلقاء نفسه، ما يستشير الناس. هذه امرأة تستشير، تستعمل عقلها وعقل غيرها. والاستشارة يا جماعة ببلاش، تشتري سيارة استشر، تتزوج استشر، بتسافر إلى بلد معين استشر، تعال إلى إنسان عاقل واسأله ما رأيك، إيش القضية. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. وزراء ناس عقلاء قالوا، عطوها الرأي، نحن أولو قوة. أولو قوة يعني أولو عدد كبير وجنودنا أقوياء رجال، وأولو بأس شديد، وعندنا سلاح. بأس شديد يعني سلاح، جاهزين إذا تبغين رجال قدامك رجال، ندافع عن بلدنا، سلاح موجود، سلاح ندافع عن بلدنا، ها. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. شوف الفرق بين رأي الرجل ورأي المرأة. دائما يا جماعة من طبيعة المرأة أنها تخاف المواجهة، ودائما ودها تحل الموضوع بهدوء، حتى ترى في المشاكل الزوجية إذا الرجل صار رجل وجازم، إذا كان رأيه الصواب وثبت على رأيه الصواب، تلقى المرأة ربما تجادله جادله، وإذا شافته جازم وصامل بعد ذلك تؤثر السلام، تقول خلاص إن شاء الله اللي تشوف. كم من امرأة كاد أن يقع بينها وبين زوجها طلاق، لأن كل اثنين أحيانا ما فيهم واحد جازم، هو يبغى يجزم وهي تبغى تجزم، بعدين هو يتراخى وهي تتراخى. إذا أنت مقتنع مش كلامك، الرجال قوامون على النساء. هنا الرجال عندها يقولون ما نبغى نسلم بلدنا، نبغى نقاتل، حنا عندنا قوة وعندنا سلاح بنقاتل، لكن أنت الملكة، أنت اللي تحددين. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت، شوف الرأي، قعدت تفكر، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يخربون قصري وبيوسخون المكان، يشققون الستاير، يخربون العرشي، وهي خايفة على هالأمور. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أول ما بيبدأون بي أنا الملكة. قال الله وكذلك يفعلون. كذلك يفعلون ليست من كلام بلقيس، ليست نقلا عن بلقيس، هي من كلام الله تعالى. يعني بلقيس ماذا قالت؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة ما يرجع المرسلون. كلمة وكذلك يفعلون رب العالمين قالها في نصف كلام بلقيس، كأنه يقول صدقت. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ثم قالت وإني مرسلة إليهم بهدية. أنا بشوف هو قصده المال والملك، نعطيه هدايا ويكفينا شره، ولا نقاتله. إن كان قصده دين وعبادة هذا لن يرضى بمال، خلونا نجس النبض. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال الله فلما جاء سليمان، جوك الجنود كل واحد شايل
ذهب، واللي شايل فضة، واللي شايل أنواع من الطعام، واللي شايل أنواع من اللباس، هدايا ملكة إلى ملك، ماذا ستعطيها؟ أكيد شيء عظيمة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، نظر سليمان إلى الهدايا، قال أتمدونني بمال؟ تعطوني فلوس عشان أسكت عن الكفر؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، الله مغنيني، ارجع إليهم، يقول للجنود، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يعني لآتيهم بجيش طويل عظيم يصل أوله إلى اليمن وآخره لم يخرج من الشام بعد. عظم الجيش، بعدين جيش شيء يحمله الدواب، وشيء جايكم على رياح ما تدرون للريح منزله أوادم، والدواب منزله أوادم وطيور، وين من اللي يرد هالجيش هذا؟ قال فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قالت خلاص، أرسلت إليه، قالت لا أنا بآتيك ونتفاهم معك. لما علم أنها ستأتي، هي تحتاج أن تمشي من اليمن حتى تصل إلى فلسطين، ربما تحتاج إلى 3 أسابيع، شهر، ما ركبت سيارة ولا طائرة، بتمشي على قدميها، أو ربما ركبت على دواب، فهي تحتاج إلى وقت طويل. فأراد سليمان عليه السلام أن يأتي بعرشها إليه، لأنهم كانوا يعتقدون، هم كانوا يعتقدون في عقيدتهم، في عقيدة ملكة سبأ بلقيس، أن سر بقاء الملكة في مكانها وجود العرش، فإذا أزيل العرش ولا سرق سقط ملكها. قال سليمان خلي نجيب أجيب عرشها عندي هنا، أيكم يأتيني بعرشها، يسأل اللي عنده طيور وجن وإنس، قبل أن يأتوني مسلمين. مسلمين يعني مستسلمين. بدأ عاد الناس والجن والجنود يستعرضون قواهم. قال عفريت من الجن، ما هو بجني عادي، عفريت، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. كان سليمان عليه السلام يجلس في مجلسه بعد طلوع الشمس، ويقوم من مجلسه عند الغروب، يحكم بين الناس وينفذ الرسل وغير ذلك. فهو يقول له هذا الجندي العفريت الجن، يقول له أنا أجيب لك العرش، أطلع لك إياه وأجيبه عندك، كم تحتاج؟ احتاج قبل الغروب الشمس هو عندك، يعني ربما ساعات وهو عند سليمان. رأى سليمان هذا الوقت طويل، مع أنها يحتاج شهر حتى تصل، لكن ملكي أعظم. يقول وإني عليه لقوي، قوي أحمله أمين، لا أسرق منه شيئا، لأن العرش فيه ألماس فيه جواهر، يقول لا يمكن أسرق شيء أنا أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يرتد إليك طرفك، قيل قبل أن تطرف بعينك، وقيل في معناها إنك الآن يا سليمان تنظر إلى شخص بعيد، مثلا مدى نظرك مثلا كيلو كيلوين، قبل أن يصل إليك ذلك الشخص البعيد ويكون أمامك يكون العرش عندك، يعني دقائق والعرش عندك. يقول العلماء إن العلم يغلب القوة، الأول بيجيبه بقوته قوي، والثاني قال أنا عندي علم، قالوا فغلب العلم القوة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل هذا الرجل كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فقام وصلى ودعا، واسم الله الأعظم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، قال اسم الله الأعظم في 3 آيات، في 3 سور من كتاب الله، في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم هو اسم الله الأعظم، لذلك ذكره ابن القيم وابن تيمية وجمع من أهل العلم أنه كذلك. سليمان قال الله عنه
فلما رآه مستقراً عنده، رأى العرش، إيش قال؟ هذا من فضل ربي، هو من قوتي، من فضل الله حقانية، ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أراد سليمان عليه السلام أن يتأكد من أمرين. الأمر الأول، هم خطط يتزوجها عشان يصير ملك، متزوج ملكة ويقوى ملكه ويدعو إلى الله، لكن يريد يتأكد من أمرين. الأمر الأول يتأكد من عقلها، عاقلة وذكية وتفرق الأمور ولا بيعرس عليها ويتورط بها. والأمر الثاني أن الجن قالوا لسليمان، خافت الجن أن سليمان يتزوجها، فحتى ينفروه عنها قالوا يا سليمان إذا جاءت بلقيس انتبه لتتزوجها. قال لماذا؟ قالوا له إن أمها جنية، والدليل إن أمها جنية أن ساقيها ساقا عنز. انتبه، ها، فهو ما يدري عن خبر الجن، صادقين ولا كذابين؟ والدليل إن السيقان سيقان عنز، ما هي بسيقان بشر. فأراد يتأكد من المعلومة الثانية، فماذا فعل؟ يبغى يتأكد من الذكاء ومن المعلومة الثانية. أول ما جاءه العرش قال نكروا لها عرشها ننظر، اتأكد، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا يعني تعالوا إلى الألماس الأزرق اللي في الجهة اليمنى ضعوه في اليسرى، وخذوا الأيسر وضعوه فوق، واللي فوق ضعوه، خربوا شوي في أماكن العرش وغيروا وبدلوا. ثم لما صنع العرش، صنع بالعرش ذلك، أمر فصنع له صفائح من زجاج، ثم أمر بقوارير من زجاج، أعمدة، وضعت القوارير على الأرض، وضعت الصفائح فوقها، وأمر بالماء فأجري تحتها، وأمر أن تبنى جدران من زجاج وسقف من زجاج، كلش زجاج، وأمر بوضع العرش فوقها الزجاج. صار الزجاج، صار العرش كأنه يسبح على الماء، تحت زجاج وقوارير زجاج وماء، كأنه يسبح على الماء. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، والله كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، تقدم إلى العرش، فلما رأته حسبته إيش؟ لجة، يعني ماء، وماذا فعلت؟ وكشفت عن ساقيها، وكشفت عن ساقيها، فرأى السيقان إلا ولا سيقان أو آدم، فبين لها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. لما رأتها العظمة والملك والإتقان قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا ما جرى بين سليمان وبلقيس. طبعا سليمان عليه السلام كان حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأثر به جنوده وحملوا هم الدعوة، ذلك الهدهد يرى منكر مباشرة يتكلم، ما أقدر أنكر، ذهب إلى سليمان قال أنكر عليها. أيضا سليمان عليه السلام تأكده من الأخبار قبل أن يتخذ قرارات، الهدهد جايب خبر يقين، جمع الموضوع كله من أطرافه وجاء وخبر سليمان به، ما جاء بأخبار غير متأكد بها. هذه الأمور التي ذكرها الله تعالى في القرآن أيها الأفاضل لا بد أن تكون لنا نبراسا في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وغمومنا. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن شافعا رافعا لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم،
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه وأعنته عليه وأعنته عليه يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد مجتمعنا أو أراد نساءنا أو تعليمنا أو إعلامنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه وسائر بلدان المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بذرياتنا، اللهم أقر أعيننا بذرياتنا، اللهم أقر أعيننا بذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لكم استماعكم، جزاكم الله خير، وأشكر الشيخ نايف والإخوة جميعا أيضا حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات. صلى الله على نبينا محمد.